إذن أعود إلى ضيفي هو الأستاذ أحمد الخضر علي فاضل. مساء الخير أمين الدولة في المالية. مساء الخير سيد أمين الدولة بالمالية. الجمعية الوطنية صادقت قبل أول أمس الميزانية العامة، المشروع الميزانية العامة للدولة التي بلغت أكثر من 983 مليار، والنفقات يعني أقل، في هناك فرق 3 مليارات. هذا يؤكد بأن العام الماضي ما في أي نفقات. هل في هذا العام نفقات تكون فيه أو نرجع إلى نفس العام الماضي؟ شكرا، تبدوني فرصة عشان نكلم للمشاهدين عن التلفزيون. صحيح، الأسامبلي ناسيونال النواب صوتوا الميزانية، الميزانية كان شفتوا على هذا ده فرق من الميزانيات الآخرين. يعني أي ميزانية نقول لها إكليبري، توازنة الدخل والصرف يكون سواء. في هذا السنة دي الدخل ده يمكن فايت من الصرف بشير 3 مليار، 3 مليار لكن ده بيغطي شغل واحد. الميزانية ده تطلي 3 مليار ده عشان في ضوء ومؤونة من برا تجلينا. المؤونات ده بيساوي 156 مليارات. لما هيدا ما جات نكون بيدجي ديفيسيتير عجز ب 153 مليار. وكيف نسيت هذا العجز اذا كان ما جاء؟ تعرف البيدجي ده هو بريفيزيون مؤقت، وفي حاجات تجي، في حاجات تزيد، وفي حاجات يمكن ما تكون في مثل وروع. لكن الحاجات اللي خدمنا فوقها ده خدمنا في البرودكسيون البترول، نعم انتاج البترول، انتاج البترول ده قلنا الان انخفض، قلنا 115 باريل باليوم، ويمكن الانتاج يكون زياده من ده، لكن انينا وكبنا في هدى. الثمن قلنا 65 دولار، أنا وصل إلى 50، متخفض بخمسة دولار. نعم. والدولار ذاته تو حقره شلنا 111 خمسة 555 فران. يعني دم يمكن نقصين هنا البارين هنا البترول ده يكون متوقف. نعم. سيد أحمد الخضر، بالنسبة للتوظيف تقريبا من سنتين أو أكثر يعني ما في توظيف الوظيفة العامة، هل ميزانية هذا العام تتيح فرصة للشباب حامل الشهادات عشان يتوظف في الوزارات المختلفة أو في وزارات معينة تم تحديدها في هذه الميزانية؟ في الميزانية دي في توظيفات بالنسبة وزارات متعينة، لكن من 2016 ده الحكومة فكت مجالات في السون بالنسبة للإدكاسيون التربية والتعليم والصحة. يعني 13555 في الإدكاسيون في التربية و 2035 في الصحة. السنة في 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 فرص، يعني في 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 ممكن في حاجات تكون للتوظيف، لكن بالنسبة للإدكاسيون ناسيونال ده في مليار ونصف قلنا يعملوا كونترا. أيوة. للبروفيسور السيانتيفيك. اوكي،
بالنسبه للصحه في مشكله حتى في الإدكاسيون والسانتي كله الموظفين ده بيقولوا فين جمعنا ولا في المديرات الكبار. نعم. قلنا هدي خلي الناس تشوفها بقريب. نعم. الناس كله بيقولوا فين جمعنا وفي المديرات الكبار ما ممكن. الوزارات الثانية ده خليت تشوف تعمل ريديبلوما الناس ده توديهم في محلات الواجب بمش فوقها. كان ده في نقص من ده حتى بعدين نشوفوا كيف بمعنى انه في توظيف في وزاره التربيه ووزاره الصحه. نعم. بقيه الوزارات انتظروا قليل. نعم. سيد الوزير بالنسبه لرواتب الموظفين طبعا وقعت مؤخرا اتفاقيه بين النقابات والحكومه على اساس انه من شهر واحد يعني بعد ايام انه بيدخل حيز التنفيذ هذا التوقيع على الاتفاق انه في يكون في زياده 15% على الأشياء التي تمت تخفيضها في الفعل الماضي. هل الكلام ده يطبق؟ الكلام ده أكيد ويطبق في الميزانية ده. الفونكشنير كان الأجيس القطوع منهم ده يقبل لهم 15% من الأجيس ده. نعم. في مرتباتهم يوم يلقوا في بلدها نام 56% من الأجيس ده. فده 35 ده تدريجياً كان وطت حسن ان شاء الله يعني لو بكون في 2019 2019 بس المؤكد انه 15% المؤكد في 2019 ده 15% في ال 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 البيجي البيجي اخر كمان الاخر ده يشوف كيف يقبلوا يجيب لهم. بالنسبه للمشاريع الكبرى طبعا تقريبا كل المشاريع تعطلت الان متعطله السنوات الماضيه و افتكر انه العام 2019 بيكون في تحسن. هل هذه المشاريع يمكن يعني في مشاريع حيويه مهمه بالنسبه للمواطن هل هذه المشاريع تبدا من هذا العام؟ بالنسبه اما المشاريع ده تمويلهم ده ثقيل ثقيل مره وبدور ناس يفتش مال كبرى من برا وانينا ذكرك عندنا برنامج ما افهمي الاف ام ما بسمح لنا البرنامج هسه ده نمشي ندين الا باسم تو كونسيسيونير. نعم. يعني التول صغير والدين ده مدته تكون طويله مره واحده. وده ما بسمح بمول المشاريع لكن عندنا راجيم من وزاره البلان التخطيط عشان كثير يمدق ناس قدموا مشاريع لكن المشاريع ده ما نقول ما لسه ما تم في ماتوريتي بس الوزاره دي كلفوها وامكانيات ادوا للوزاره عشان مشاريع تكون يودوها في الماتوريتي والناس وقت المشي في باريس في البي ان دي ده قدمنا يجوا عشان يجي يمكن يجيب الفلوس عشان المشاريع تكون وده يمكن يكون ان شاء الله. البي ان دي حتى الان يعني يبدو انه ما في هل في جهات جات على اساس ما انه اوعدت في جهات اوعدت كثير انه هتشارك بكذا وكذا حتى الان هل في جديد في هذا المجال؟ الناس مش وعدت لكن المشاريع كان ما جاهزه الناس ما بتقدر بموضوع ده بس نقول لك هسه الوزاره ادوها امكانيات عشان تجهز المشاريع والناس تجي تمويلها ان شاء الله. سيد الوزير بالنسبه للتعديلات اللي حصلت في الماليه في تعديلات بتحصل ما هي فائده هذه التعديلات في الخاصه بوزاره الماليه بالنسبه للحكومه وللشعب؟ ده بالنسبه للبيدجي يعني نعم البيدجي البيدجي ده هسه كده بقول البيدجي اللي عندنا هسه ده بسوى اي سنه ده بيدجي دي موين نعم يعني لها امكانيات في 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 الدخل وفي الصرف نعم لكن دارين نميغري نمشو من البيدجي الموين ده البيدجي بروجرام نعم البيدجي بروجرام ده بدا في كان شيء ده سنتين نعم ويمكن يكون في ثلاث او اربع سنوات يعني بدوك امكانيات وتوصي بالامكانيات توصل شنو
الامكانيات بك الدور تقول في السنه الواحده ده انا بوصل كده ويمكن ناكد 25 و35 نوصلها كده كده. دونك للشعب بوصفك في شغل يعني في تراسابيليتي تشوف الشغل ده بقى خطوه في خطوه. وللحكومه بديها فرصه عشان الامكانيات اللي بخطوه بقول بمولوا بقى البروجي ده بكون بيرفورمان. وده وقت الحكومه تعرف شنو القروش اللي دخلت في شنو ونتيجه الشعب شنو. سيد الوزير بالنسبه للشركات المحليه يعني تواجه مشاكل عديده، شركه قطن تشاد والتكستيل، بالنسبه لشركه قطن تشاد عندنا اتفاقيه مع اولام، فهل هذه الاتفاقيه يعني دخلت هيئه التنفيذ ولا لسه؟ اين نحن من هذه الاتفاقيه؟ قطن تشاد كان شركه تاجيه 100%، لكن واجهت مشاكل كثيره. اي سنه الحكومه تشد دين في البنوك وكده، وده يعني ما في صلاحيه للناس البنتج القطن والاخر. في مناقشه بقت بين الحكومه قطن تشاد واولام، وفي بروتوكول وقفوه. البروتوكول ده بيقول الحكومه تشيل بجانبها حاجات عشان تدي فرصه لاولام تقدر تقول. اولام شارت 60% من قطن تشاد، 40% للحكومه. المشروع ده الدوكيمنت ده اللي جابوه في مينستر دي فينانس عندها حاجات كده ما وضحت لنا كلها. الشركه ده عندها امكانيات وديون كله، لكن في البروجي ده اللي بمرك الديون الباسيف بس. سألنا كيف، قالوا في كابينيه أموال وكيف وداء الباسيف فضل. يعني قلنا واجب ممكن ده يكون في أكتيف كله. باسيف الأول كالديون الحكومة خاصة بقى تقول شهادة 45 مليار. ده أول من موضوع في المنظمة الأول. الجابوا لنا ورا ده 25 مليار. بعد ايام ده لقينا مكتوب اخر بقي 38 مليار. وبقولوا ممكن في ديون اخر كله. نعم. انا الشغل ده خليني اشوفه بدربه. قلنا ليه اولام الحكومه تشيل الديون فيسكال، يعني يمكن القطن تشاد الضرايب تريزور بدور منها، ده حكومه تشيلها. يمكن قطن تشاد سي ان بس بدور منها، ده الحكومه تشيلها. نعم. لكن الاخرين ده قلنا نجيبوا كابينه اخر يعمل نعم دراسه من جديد، يعمل دراسه من جديده. نعم. ونفهم شنو الصحيح في الشغل ده. ناكد للتشاديين وحتى الناس اللي في زون القطن اننا ما وقفنا النقاش مع اولا. نعم. حتى في بروبوزيشن الشغل الاسه انينا نجابر فوق ده يمكن نخلو نص اولام تقدر تخدم اوان الريزلتا اللي ندوروا من الكابينه الجديد ده يمرق وبعدين نتابع. سيد الوزير يعني قبل في يوم 24 الماضي الجمعيه الوطنيه صادقت على تاسيس الاوفيس ناشونال اوديفيجيل، هل بيدخل في ميزانيه 2019؟ بالنسبة عامة النقاش هنا البيدجيرا مع أي وزارة أزموها مشت في وزارة الفينانس وقدموا المشروع، دونك نعتقد كالوزارة الهيكل ده متابع لها ده يمكن تناقشت بالبيدجيرا، بس ما أقدر نقول بالأكيد. لكن الوزارات ده كله إنه أهمية عشان استراتيجية هنا ده كله يلقوا إمكانية ويشتغل. لأن التقييم يعني حصل مؤخرا، عشان كده دايرين نتأكد هل إذا كان بيدخل نتمنى ذلك. سيد الوزير هل لديك كلمة أخيرة بالنسبة للموظفين أو حتى للشباب ولكل الناس اللي بيتوقعوا بيعملوا أشياء كثيرة في ميزانية 2019، ونتمنى انه هذه الاشياء بتمتد الى اكثر ويكون زيادات في الميزانيات القادمة، كلمة اخيرة. الكلمة اللي نقولها ده
بلدي مرت بمشاكل كثيرة 2016 2017 2018 2016 18 لا ما عندنا كراسانس، كراسانس ده كله نيجاتيف يعني. نعم هسه 2008 ده لقينا كراسانس شوية واحد فات الشغل شيء. نعم ومتفقين ك 2019 ده في كراسانس 6.9% وتشددين بنسبة عامة البلد دبلتهم وخليه بيكونوا آمنين وحاكمتهم بتأموها عشان شغل ده ما ساهي نمرق من الأزمة الاقتصادية والأزمة دي كان مرقنا منها ده كل شغل ترجع إلى سابقات إن شاء الله. شكرا سيد أحمد الخضر علي فاضل أمين الدولة في المالية على هذه الإجابات الواضحة.